السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان ديالي تبارك الله عليكم والله يحفظكم كما القاعدة، ومبروك علينا وعليكم هذه الخيرات اللي أعطانا الله تعالى سبحانه. إخوان ديالي، يعني اليوم واحد الدرس كيسولوا الإخوان عليه بزايد، وبغيت نوصل لهم ولا نوصل لكم هذه المعلومة هذه، باش الإخوان المبتدئين ما يطيحوش في هذه القضية هذه ويوقع لهم كما كيوقع البعض الإخوان النحالة كلهم. إخوان ديالي، الدرس ديال اليوم وهو على تراجع الخلية من بعد كتكون عندنا عمرة وكتولي لينا على جوج إطارات وثلاثة الإطارات في شهر 11 وفي شهر 12 وحتى في شهر 10. أنا غادي نقول لكم الطريقة علاش كتولي لينا الخلية في هاد الإطارات هادو، يعني الإطار الخلية ديالنا كتكون على 10 الإطارات و8 الإطارات وفيها 4 ولا 5 ديال الحضنة، وكتولي لينا مثلا على 2 ولا 3 ديال الإطارات ديال النحل، والحضنة كتكون من إطار ولا إطار ونص ولا نصف إطار. أنا غنقول لكم السبب علاش اللي كيديروه الإخوان ديالنا. السبب إخواني الأعزاء، النحال من اللي كيبغي يحيد العسل مثلا في شهر 8 وما غاديش يحول شي بلاصه اخرى، شنو كيدير الاخ ديالي باش كتولي له الخليه ديالو اللور؟ الخليه كتكون عامره وكتولي على جوج اطارات، النحال كيجي يحيد العسل، ومن اللي كيجي يحيد العسل شنو كيدير؟ كيلقى إطار ديال العسل، كيلقى إطار بحال هكا، كيلقى إطار بحال هكا، شنو كيدير؟ كيلقى واحد المورسو ديال العسل من هنا من الفوق وسط الإطار، كيكون يا أما حضنة مفتوحة وأما حضنة مغلقة ولا حبوب لقاح. النحال كيلقى بحال كما قلت لكم دابا شوية العسل والقضية مخلطة، أما حبوب لقاح وأما حضنة مغلقة ولا حضنة مفتوحة، كيتشطر يحيد هاد شوية ديال العسل اللي عنده من الفوق، ما كيفكرش بأن إلا دار هاد الإطار هذا في وسط الفراز ودوار راه الحضنة مفتوحة كلها غادي تطيح، أو الحضنة مغلقة كلها غادي تبغي تخرج وغتزير وغتموت له في وسط العيون السداسية، على حقاش الحضنة مغلقة كيكون سد عليها النحل، أو حبوب اللقاح كيكون في العيون السداسية مع كيدير الإطار ديالو في حبوب اللقاح ولا حضنة مغلقة ولا حضنة مفتوحة في وسط الفراز ديال العسل باش غيحيد العسل، حضنة مغلقة كتزير في العين السداسية كتبغي تخرج وكتموت، حضنة مفتوحة كتهبط حتى هي في وسط الفراز مع العسل، حبوب اللقاح تقريبا كيمشي منه الثلث ولا النص مع العسل،
وكيرد الاطارات ديالو الخاليه وكيمشي في حاله. فين كيشوف النحال داك الساعه؟ كيشوف غير شحال غادي يعمر من طرو ديال العسل. لا اخي العزيز، مشي الهدف ديالك قضيتي الغرض داك الساعه ومشيتي بحالك. لا، حنا خصنا نشوفوا الخليه ديالنا شنو غادي يوقع من بعد تحييد العسل. من بعد تحييد العسل كنشوفوا الخليه ديالنا اش غادي يوقع فيها. ملي كنديروا هذه الطريقه هذه وكنحيدوا العسل وكيرد الاطارات ديالو الوسط الخليه، الحضنه مغلقه كتموت، كيبقى النحل كيحيدها وكيلوحها على برا. حضنه مفتوحه ما بقاش كلها هبطت مع العسل. حبوب اللقاح تقريبا مشى منه النص. شنو كيبقى؟ كيبقى نحل الشغال. نحل الشغال عنده واحد المده قليله فين كينتهي العمر ديالو، كيموت ما كيبقاش. الملكه كتلقى حبوب اللقاح ناقص عندها، ما كتبيضش. علاش ما كتبيضش؟ حبوب اللقاح ناقص، العسل حيدها النحل، ما بقاش عندها العسل. الحضنة مغلقة ماتت، حضنة مفتوحة طاحت مع العسل. كتبغي تبيض الملكة كتلقى حبوب اللقاح ما كاينش، العسل ما كايناش. سميتو النحل اللي غادي يحضن ليها على البيض ديالها حتى هو مات ما كاينش. كتبقى الخليه ديالنا كتراجع اللور، وهاد التوقيت هذا اللي دار فيه النحل هاد القضيه هادي كيكون النحل على برا تقريبا سال الماكله، داكشي قليل كيبقى. حبوب اللقاح على برا ما كاينش، كتبقى الخليه ديالنا كتضعف. النحل كيدوز ايامات كيجي يراقب الخليه ديالو، كيلقى الخليه ديالو ضعيفه. شنو كيدير؟ خليه ضعيفه خاصني نعطيها المحلول السكري باش تجهد ليا الخليه. كيعطيها، كيمشي يجيب محلول سكري، كيجيب السكر بوحدو كيديرو في الماء بارد، كيديرو في الماء بارد كيقدمو للخلية. الخلية كتكون محتاجة كتاكل من داك المحلول السكري، يعني كيعطيها الخطرة الأولى، الخطرة الثانية، الخطرة الثالثة. كيبقى النحل كيمردلو. المرض الاول اللي كيبان له في الخليه شنو هو؟ وهو كتجرى الكرش ديالو وكيبقى كيلوح شي نقيطات صفر، يعني نحل الضر لينا بالمحلول السكري في الكرش ديالو. ولا ما تدخلش داك اللحظة هذيك، يعني عاق، عرف بأن النحل ديالو مرض وما غيدير ليش الوقاية ولا يعالجو، كيبقى كيعطيه. النحل كيمرض أول حاجة كما قلت لكم كتجرى الكرش ديالو، كيبقى يلوح لينا داك النقيطات صفر، كتولد تنفخ الكرش ديالو، كيمرض لينا بالإنزيمة وما كيبقاش يقدر يطير. من بعد كتمرض لينا الحضنة ديالنا اللي هي في وسط العيون السداسية، باقي ما ساتش عليها النحل، يعني حضنة مفتوحة كتمرض لينا حتى هي وكتموت
في وسط العين السداسيه، وكتعطينا واحد الريحه في وسط الخليه، وكيهرب عليها النحل الشغال وكيخليها بوحدها، كينشف كتنشف داك الحضنه وكتقصح وكيكرم غذاء الملكي اللي عطيها النحل، وكيضيع تاني الاخ ديالي كيضيع في الحضنه ديالو اللي كانت غتخرج وتقوي له الخليه ديالو ويكثر له فيها النحل وتولي العاده ديالها الاولى، وكتبقى الخليه كتنقص نهار مورا نهار حتى كتجي على تالي، وكيقول لك الخليه ديالي ضعافت وماتت، علاش وشنو هو السبب؟ وراك انت اخي العزيز اللي خرجتي عليها نهار تحيه العسل، راك درك الجوع وبقيتي كتنطر في الاطارات حتى ما خليتي حتى اطار فاش تعيش هي، وليتي كتفكر غير في راسك. اخوان ديالي اللي نصح به الاخوان ديالي، وهو ملي يكونوا كيحيدوا العسل الاطار اللي فيه الحضنه ما نحيدوش، واللي فيه حبوب اللقاح ما نحيدوش، نحيدوا الاطارات اخواني الاعزاء اللي هما فيهم العسل وما فيهم لا حضنه لا حبوب اللقاح، ونعتنيو بالخليات ديالنا باش يبقاو لينا الخليات ديالنا اللقيطه ديال الشتاء، ويدوزوا لينا المشتى في امان الله وحفظه. والمعطى ديال السيرو الاخواني الاعزاء، ملي تبغيو تعطيو السيرو ديالكم الخليات ديالكم، وهو يكون مغلي الماء مغلي، ونديرو فيه الشيح ونحركوه، ومن بعد نحركوه نوليو نديرو فيه المحلول السكري ديالنا، وكنعطيو كل لترو بكيلو ديال الماء، يعني كيكون شاد راسو مزيان، يعني كيقولو سيرو مركز. ومن بعد نبغيو نقدموه للخليه ديالنا، كنعطيو القدر اللي غتاكل لينا الخليه، الا غتاكل رابعه نعطيوها رابعه، غتاكل لينا السيترون نعطيوها السيترون، غتاكل يترو نعطيوها يترو، باش ما يبقاش لينا الخليه ديالنا السيرو في وسط منها. كتعطينا الرطوبه وكتعطينا الحموضه في وسط الخليه، وكيمرض لينا الخليه ديالنا اخواني الاعزاء. وهذا هو باش بغيت ننصحكم انا. وبقى واحد القضيه اخرى، منين يبرد السيرو ديالكم وعندكم تيراميسين، ديروا كل لترو كل جوج يترو بجرام، يعني نص جرام في اليترو ديال التيراميسين، ملي تبغيو تقدموه للخليه ديالكم، وحركوا حركوا السيرو ديالكم مزيان تيتخلط، واعطيو الخليه ديالكم القدر اللي غتاكل، وسدوا على الخليه ديالكم في هذه الوقيته. والاطارات اللي هما زايدين ما فيهم حتى حاجه نحيدهم، ونخلي الخليه ديالي مجموعه. وتبارك الله عليكم والله يحفظكم، باش تسخن الخليه ديالنا وما تبردش، ونديروها في شي بلاصه مقاده مع الشمس، والفوم ديالها يكون كيشوف لتحت، الخليه تكون مهزوزه شويه من اللور، باش الا كاين شي رطوبه ولا كاين شي حاجه في وسط الخليه راه كتهبط اخواني الاعزاء. وتبارك الله عليكم والله يحفظكم ليا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى الدرس الثاني ان شاء الله الرحمن الرحيم.